السلام عليكم، دير لكم لا فيديو هذه برك في عجاله. هذا ما زهر، هذا ما ورد، وهذاكم ديتو منه يعني وداو منه الناس بزاف. يمكن اللي راه يشوف في لا فيديو هذه ولا راه يشوف في لا فيديو هذه دات منه. هذا مقطر تاع قسنطينه، حاجه مليحه يخرج خير من ما ورد وما زهر. هذاك اللي رانا نعرفوه كامل، سعر رمزي درناه سعر منطقي، هذا 10000 يعني مش ستير، ماهوش يعني حاجه اللي غاليه بزاف. على كل راح نحكي لكم اليوم غير على ما ورد. ما ورد استعمال تاعو راكم تعرفوه كامل، يعني بلا ما نضلو نشرحو ما ورد شيديرو بيه. هذه الكمية هذه تاع ما ورد، هاي وين راهي اليوم. هذه الكمية تاع ما ورد هذه عطاتها لنا مولاتها هدية، احنا بدورنا رايحين نمدوه هدية للزباين تاعنا، والله اي واحد يشوف لا فيديو هذه يجي يدي منه. بون درنا منه فلاكون صغير قل من اللي كان هذا وين وطاح، درنا فلاكون صغير قل من، درنا قرعة صغيرة قل من هذيك اللي كنا نبيعو فيها ب 10000، تسمى كي تخلص هذه نوليو نبيعو فيها هذه. هذه مدوها مجانا للزباين، والله لاي واحد شاف لا فيديو هذه وصلته. الحاجه الزوجه بون، السلعه رانا كل يوم نجيبو واسعارنا راكم شايفينها اقل يعني من اقل من اسعار الجمله سيرتو في الفخار. والحوايج هذو طام هاو خلاص، انا جبنا منه وخلاص. المسفوف هانا نجيبو منه ويخلاص دوكا طام واحد الساعة يزيد يعاود يجي ونزيدو نعاودو نعمرو. رانا ما نبيعوش فوق الكيلو، الفريك كالعادة ما نبيعوش فوق الكيلو ثاني. كاين واحد الحاجة برك قالولنا عليها زباين وحرنا منها شوية، يقولك بلي رانا كنا روحنا شرينا من حوانت خرين. انا مش نزكي في روحي ولا راني نتهم في الحوانت الخرين، وإنما مش واحد وزوج هدرو الهدرة هذي تسمى نهدروها. يقولك روحنا نشريو بخمسة آلاف فريك ولا بخمسة آلاف أي حاجة، سواء اعشاب ولا فريك ولا اي حاجه، يقول لك يقول لي ما نوزن ما نبيعش ب 5000، مع العلم انه الميزان الالكتروني كذا يوزن 2000 يوزن 1000 يوزن واش يحب. وما دام واحد جاي يشري 5000 فريك يعني راهي اموره والله غالب عليه، ربي يفتح عليه والله اموره، ربي يفتح على الناس كامل ان شاء الله. تسمى اي واحد ما شراش الفريك والله يعرف واحد ما شراش الفريك والله يعرف واحد راه يعرف واحد راه كما نقولوا راه يلصق فيها، هاو الفريك هنايا او تول الميزان كي تجي داخل. رانا دايرينو في شكاير، كي تجي داخل تول الميزان هز مجانا، هذا من عندنا وهذا ماهوش صدقه، هذا ثاني هديه. هز كاين الفريك كاين مرمز، تعرف واحد ما عندوش ارواح اديلو. طاجين رانا كل يوم نجيبو منه بكميات كبيره، انا نستنى فيه يدخل. رانا اونفاس دار تريسيتي هذيك، هاي دار تريسيتي وهاي سامسونج، مرحبا بكم ان شاء الله في اي وقت. كاينه حاجه برك رانا زدنا جبنا، جبنا هذا السيبور اللي تتحط عليه البوبيطه، حاجه عمليه جدا يعني في الدار وباهي صراحه، حاجه باهيه بزاف. جبنا المغارف هذو، جبنا المغارف، جبنا تاع المطلوع لي دومونديتوهم بكثرة. كاين عسل التمر، كاين هذا، كاين هذا، كاين هذا. تسمى عسل التمر أنواع، راح نحكيو اليوم على واحد النوع خاص برك. النوع هذا، هذا من أجود أنواع عسل التمر، من أجود أنواع عسل التمر، صافي على البارد، ما فيش حتى إضافات تاع سكر. استعمال تاعو يعني ربي يجيب شفاء الناس كامل ان شاء الله، وباين شكون راه يستعملوا فيه، يستعملوا فيه يعني ناس الفقر الدم والله يعلي يديروه، اخرين للذاكره، كاين اللي ما يحبوش السكر ويحبوا حاجه طبيعيه يديروه. هو هذا من اجود الانواع، هذا راه دخل اليوم، كانت عندنا نوعيه ماهيش مليحه، تسمى النوعيه مش مليحه ماشي نحكيو عليها، كاينه نوعيه كيفوها ما عندنا لهنا ونوعيه مش مليحه، تسمى في زوج نوعيات. اما نحكيو على النوع هذا تاع ضرر من اجود الانواع. مرحبا بكم ان شاء الله في اي وقت، وصحه فطوركم. رانا نفتحوا في رمضان، نفتحوا عد 9 وربع هذاك الوقت حتى تقريبا المغرب. طاجين مازالوا ب 20 ان شاء الله السعر تاعو ما يتبدلش، وباذن الله باذن الله لا بروشان ان شاء الله راح تكون على مزهر، ما على بالناش وقتاش تعطينا الكميه الاخرى تاع مزهر. ان شاء الله راح تكون الزيوت الاصليه كامل اي دخلت العشوه ان شاء الله، يعني يمكن 5.5 6 تكون خروع، زيت اللوز زيت الورد زيت القارص اصليه كامل، يعني نوعيات مليحه بزاف بزاف.
هذو المغارف اللي قلنا لكم عليهم تجي فيها طروا بياس. هذه البوبيطه باش ما تتجرحش البوبيطه. الطاجين تاع الشباك ثانيه وكامل حاطينه كامل ب 45000. عندنا احنا هنايا في محلاتنا ب 34000. ديما نحاولوا نتميزوا على المحلات الاخرى. مازال لو جايين تاع حوايج الكاطو ونشاو هذاك بربي ان شاء الله، يعني الزوالي بربي ان شاء الله تولنا ما يتغبنش مره، والاسعار ما تلقاوها في حتى بلاصه كما وعدنا، يعني كي نقولوا في حتى بلاصه ما كانش. صحة فطوركم، ربي يتقبل منكم الصيام، ربي يتقبل منا الصيام ومن جميع المسلمين ان شاء الله.